للحديث أكثر عن معدلات البطالة التي سجلت مؤشرات إيجابية في الربع الثالث من العام الحالي، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة. أهلا بك سيدي. يا هلا، مساء الخير. بداية، كيف تقرأ معدل البطالة في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثالث من 2022؟ شكرا لكم. أنا أفضل يعني أن نقارن بين الربع الثالث والربع الثاني من هذا العام حتى نستقرأ التغييرات التي تحصل، لأن المقارنة بين ربع وربع آخر في عام آخر ليست مجدية بالطريقة لغايات رصد التغييرات على سوق العمل، إلا إذا كانت المقارنة بين عام وآخر. يعني مثلا إجمالي عام 2022 كان يختلف عن الربع الثالث من عام 2022، بمعنى كان 22.8. فأنا أفضل أن تكون المقارنة بين عام وآخر وبين ربع وآخر في نفس العام. نعم. وعليه فيعني بناء على ذلك التغيير، لم يحصل تغيير بين الربع الثاني والربع الثالث من هذا العام. الربع الثاني اللي انتهى في شهر 6 الماضي كان 22.3 معدل البطالة، ونحن الآن في الربع الثالث وهو اللي انتهى في شهر أيلول الماضي كان أيضا حسب تقرير اليوم يشير إلى 22.3. ما يهمنا بهذا الأمر بأن معدل البطالة مستقر نسبيا خلال هذا العام، وحتى بالمقارنة مع العام الماضي عندما نتحدث عن الفارق البسيط 22.8 في نهاية 2022 ونحن الآن في 22.3، يعني هذا الأمر أن هناك استقرار، التغييرات طفيفة جدا، وهذا يؤشر إلى أن استحداث فرص العمل الذي كنا نأمل به خلال هذه الفترة وبالتحديد خلال عام 2023 بالاستناد إلى خطة التحديث الاقتصادي لم يتحقق. بما معناه أنه لو تحققت 100,000 فرصة عمل كما دعت إليه خطة التحديث الاقتصادي سنويا 100,000 فرصة عمل، فكنا سنصل إلى حوالي أقل من 20%، إلى معدل البطالة أقل من 20%. لماذا لم تتحقق سيد حمادة؟ للأسف يعني واضح أنه يعني يبدو أنه لسنا جاهزين الآن لتعافي اقتصادي حقيقي يعود بنا على الأقل إلى المعدل الذي كان سائدا قبل الجائحة وهو 19% في نهاية 2019 كمعدل بطالة. نعم. وهذا الرقم الذي يعني يعطينا مدلول بأن التعافي الاقتصادي الذي تم المفروض أن يتم عادنا إلى تلك المرحلة، ورغم أنها كانت في عام 2019 معدل بطالة عالي جدا يعني. نعم. مقارنة مع السنوات اللي ما قبل ذلك. نعم. لكن هذا يؤشر إلى أنه لم تتحقق أول خطوة من خطوات خطة التحديث الاقتصادي وهي تحقيق 100,000 فرصة عمل خلال 2023. نأمل العام القادم أن تتحقق هذه الغاية وهذا الهدف، ولكن هذا الأمر بحاجة إلى مراجعة حقيقية لخطة التحديث الاقتصادي. نعم. لنتعلم درسا من سيد حمادة. يعني هناك أيضا نسبة انخفاض البطالة لدى الإناث أعلى من الذكور، لماذا برأيك؟ هذا الأمر هو نسبي، يعني بما معناه الانخفاض هو طفيف والارتفاع اللي حصل أيضا طفيف سواء بالنسبة للذكور أو الإناث. هذه التغيرات لها ارتباط عادة بتكون بالمواسم، قد يكون هناك يعني تخرج في فئة معينة من الناس ترتفع البطالة بين الإناث أو بين الذكور، وبنشوف إحنا هذا التغيير متواتر يعني بين فترة وأخرى. الإجمالي إذا بنلاحظ المرأة معدل البطالة بين الإناث لا يقل دائما عن 30%، وهذا رقم تقريبا شبه مستقر على مدار السنوات الماضية، وطبعا أكيد هذا رقم كبير يعني بالنسبة لنسبة الإناث. نعرف إحنا الإناث يتميزنا في معدل البطالة بأنهم أغلبهم يعني جامعيات، يعني ما يقرب من 80% من الإناث المتعطلات هم جامعيات. هذا بيعني أنه لدينا قضية مرتبطة بمخرجات التعليم، وبنشوف المواسم التعليم والتخريج لها أثر في الارتفاع والانخفاض. نعم. طيب ماذا تتوقع للربع الرابع بعد العدوان على غزة، وخاصة أن منظمات عمالية حذرت من فقدان نحو 20,000 شخص وظيفته مع نهاية العام إثر المقاطعة؟ يعني أنا أعتقد أن المقاطعة لن تؤدي إلى هذا يعني إلى فقدان هذه الوظائف بهذا الحجم الكبير. قد يكون لها بعض التأثير، ولكن أعتقد أنه ليس من صالح سوق العمل تضخيم هذه المشكلة بهذا الشكل.
يعني أنا أعتقد أنه الدعوة إلى وقف المقاطعة هذه يعني لها أسبابها السياسية، ولكن لا يجوز استخدام يعني بيانات ومعدلات البطالة وسياسات البطالة للتأثير في العامل السياسي. ولهذا السبب أقول بأنه التأثير قد يكون هناك تأثير، ولكن ليس بالحجم الكبير الذي يدعيه البعض. نعرف أنه إحنا المؤسسات اللي تم مقاطعتها صحيح بعضها يستخدم عمالة بكثافة، ولكنها أغلبها تستخدم العمالة المؤقتة أو اللي تعمل بساعات جزئية. ولهذا السبب يعني الاستقرار في العمل هو بطبيعة الحال يختلف عن طبيعة المؤسسات التي تستخدم. نعم سيدي، بشكل سريع توقعاتك ل 2024 لنسبة البطالة والتحديات الاقتصادية بشكل سريع لو سمحت. أنا أعتقد أنه حتى نهاية هذا العام سيبقى الاستقرار في الرقم اللي إحنا فيه حاليا مع إمكانية حدوث تغير بسيط. العام القادم إذا لم تعالج مشكلة الاختلالات اللي حصلت أو اللي تبينت خلال هذا العام فيما يتعلق بخطط التحديث الاقتصادي فسيبقى المعدل كما هو. لا أعتقد أن يكون ارتفاع كبير، ولكن أيضا الانخفاض لن يكون يعني ولن تتحقق 100,000 فرصة العمل اللي كنا نطمح فيها كما حصل في عام 2023. وبالتالي يجب أن يتم مراجعة يعني خطة التحديث الاقتصادي لتحقيق هذا الرقم، وبغير ذلك سنبقى في استقرار غير يعني غير مريح اقتصاديا في معدلات نعم. المطالب. رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجبة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.